السلام عليكم. احنا كنتواجدوا قدام المدرسة ديال الجدورة اللي هي فرعية ديال حميدة بن الهاشمي جماعة منطقة المنابهة نواحي مراكش. كان نعانيو منطقة من هضر المدرسي، لأنه هذا القسم اللي لداخل تقريبا واحد العامين هذه هو مسدود قبل الزنزال كاع، وفاش جا الزنزال كمل ليه، ونشدنا الجهات اللي مسؤولين باش يجيو يشوفوا هذا الشيء اللي كاين، وتقريبا خرجت واحد اللجنة اللي شافت هذيك القسم وقالوا خصو يتسد، ما باقيش يقراو فيه. المشكله مني قاعد داو هما داك التحاليل وداك الشيء، عاود جات لجنه اخرى خدات تعيين داك العينه ديال التراب وقال لك راه غادي يجوا باش يبنوا واحد القسم، ومشاو ما باقيين يجاوبوا. دابا تقريبا واحد العام هذا ما باقيين يجاوبوا. والمشكله هو كاين تبارك الله راه كاينين التلاميذ، حنت هنا راه جوج دواور كيقراو في مدرسه واحده كتفوق واحد 93 تلميذ تقريبا، وانهم هاد الناس هادو ناشدناهم وعاودنا ناشدناهم، وحتى الناس ديال الجامعه سيدي تيقول لك هما راه راسلوا شي جهات المختصه ولكن ما توصلوا بوالو. الا كانت هاد الهضره راه حنا ما شلناش شي حاجه. دابا قسم واحد هو اللي خدام داخل المؤسسه، قسم واحد هو اللي خدام، وهذا القسم تيتجمع فيه التلاميذ كاملين، قلتي لي شي 96 تلميذ تقريبا، كاينه شي 94 95 تلميذ ما بين تيتجمع في قسم واحد الابتدائي كله من الاول من حتى للسادس، من الاول حتى للسادس، الثاني الثالث، والقسم الاخر ما خدامش. القسم الاخر ما خدامش، ناهيك على الطواليطات انهم راه الا دخلتي غادي تشوفهم كيفاش دايرين، ناهيك ان هاد الاساتذه الا بغى غير الضو باش يخدم شي بيسي ما كاينش، ناهيك انت كتشوف البنت الا مشات تخرج للمحاضره خصها تمشي لذاك القنت بزاف د المسائل. غير هو المشكل هذا القسم هذا انتم اش طالبوا؟ هذا القسم يتصلح، خل هي اي قسم يقراو فيه التلاميذ هذا، فهمت؟ هذا هو دابا تيجمعوهم من الاول حتى السادس في قسم واحد. مشينا حتى عند السي الخيل ودار معنا واحد الموعد انه غيجي عندنا على اساس البارح، وجينا هنا ضلينا البارح جالسين هنا وخلينا في بلادنا وداك الشيء، ولكن ما جاش. اشنو هو الاسباب اللي خلاته يغيب؟ الله اعلم. دابا حنا الله يرحم الوالدين كناشدوا الجهات المسؤوله باش يشوفوا شي حل لهاد التلاميذ راه كيضيعوا.